كل الفعاليات اللي حصلت امبارح بالإضافة إلى الحفل اللي طبعا جميع المشاهدين والجماهير في انتظاره النهاردة ويجز، وفي أيضا بكرة حفل مهم جدا لشيرموفرز هيكون موجود في مدينة العالمين. عشان نعرف استعدادات حفلة النهاردة هنروح لزميلنا رامي محمد من مدينة العالمين الجديدة. يا رامي صباح الفل. صباح الفل شاذلي، صباح الفل جمانة، صباح الفل على ضيفكم الكريم الناقد مصطفى حمدي، صباح الخير على كل متابعي، صباح الخير يا مصر من مدينة العالمين الجديدة. وخلينا نتكلم عن مشهد مهرجان العالم عالمين اللي بينقسم لعدد من الحالات، حالة من التنوع، حالة من الزخم والتوهج، وكمان حالة من الترويج السياحي الكبير لفعالية بتكون هي الأضخم في الشرق الأوسط. بنتكلم عن أكتر من 50 يوم، حالة التنوع موجودة في كل مكان، التنوع في الفعاليات والأنشطة، وزي ما اتكلمت يا شاذلي التنوع كمان في الحفلات الغنائية المستمرة معانا النهاردة وبكرة كمان. بنتكلم عن منطقة العالمين أرينا اللي بتشهد الحفلات الموسيقية والغنائية والعروض الخاصة بالإضاءة والمؤثرات الصوتية كمان. ولو اتكلمنا عن التنوع في الأماكن المختلفة اللي بيقام فيها عدد من الفعاليات، بنتكلم عن رمال وشواطئ مدينة العالمين اللي يقيم عليها عدد من الأنشطة، رياضة البادل كمان، الكرة الشاطئية. ولو اتكلمنا كمان عن مياه مدينة العالمين اللي شهدت عدد من الفعاليات، سباق الترايثلون، السباق الثلاثي الأولمبي كمان، بنتكلم عن الجيت سكي، بنتكلم عن التجديف، وبنتكلم كمان عن عدد من العروض الخاصة بالمراكب في المياه. حتى سماء مدينة العالمين كان فيها عدد من عروض الطائرات الـRC خلال الأيام السابقة. وكمان لو اتكلمنا عن الشوارع الموجودة في مدينة العالمين، شهدت كمان مسرح الشارع وعدد من العروض الخاصة بالفرق المسرحية والفرق الموسيقية كمان. واحنا بنتكلم عن التنوع ده، هناك عدد من المواقع الموجوده في مدينه العالمين الجديده اللي اصبحت لاند مارك، اصبحت كمان علامات بارزه لمدينه العالمين. وده ادى للنقطه الثانيه اللي بنتكلم عنها، هي حاله الزخم الكبير جدا والترويج الكبير جدا من خلال الحضور. التنوع كمان شمل حضور الاسره المصريه باكملها بكافه الاعمار في اكثر من مكان، سواء الابراج، شوارع مدينه العالمين، الممشى السياحي اللي انا موجود فيه كل يوم بشوف عدد من المواطنين، بعمل معاهم لقاءات، بنتكلم عن مدينة العالمين، عن مهرجان العالم العالمين والأنشطة والروح اللي عاملها في مدينة العالمين. ده كمان أدى لترويج سياحي كبير جدا وجذب سياحي كبير جدا. كمان لو اتكلمنا عن نسبة الإشغالات اللي ارتفعت في فنادق مدينة العالمين وكمان في الساحل بشكل كامل، تجاوزت 90%. بنتكلم عن حالة ولوحة فنية موسيقية ترفيهية رياضية. وكمان أصبحت العالمين من خلال مهرجان العالم العالمين واجهة ومقصد سياحي لكل الزوار، سواء المصريين او المصريين المقيمين بالخارج. وتحديدا التقيت بعدد كبير جدا جدا منهم اللي اتوا خصيصا لمدينه العالمين لقضاء العطلات بها، وكمان الاخوه العرب، وكمان العديد من الزوار سواء من دول العالم، اصبحت مقصد سياحي كبير. وكمان من خلال فعاليه بدات من 13 يوليو مستمره حتى الاول من سبتمبر، فعاليه ادت ان يبقى في روح كبيره جدا في انسجام، في تنوع، وكل فرد من الاسره المصرية بمختلف الأعمار، الأطفال، الكبار، الشباب، وجدوا الفعالية والأنشطة اللي بتناسب أعمارهم. ووجدوا كمان، نتكلم عن الجمهور المستهدف من خلال مهرجان العالم عالمين، رسم لوحة وواجهة اقتصادية في مدينة العالمين الجديدة. ده المشهد بشكل عام والصورة كمان من خلال الفعاليات المختلفة. وعودة لك مرة أخرى شاذلي. رامي نشكرك، شكرا جزيلا. احنا سامعين صوت الهواء وشايفين الصوره، الحقيقه كلنا كان نفسنا نبقى معاك يا رامي. نشكرك شكرا جزيلا طبعا.